كلمة الكابتن رضا السليم. رضا يا رضا، بنحبك يا رضا، رضا يا رضا، تدلع يا رضا بالقميص رقم 12 النهارده، البطولة رقم 12 افريقية واول بطولة افريقية ليك مع النادي الاهلي. انا جيت سعيد بهذه البطولة، كنبغي نشكر اللعابة اللي كانوا رجالة في الملعب، كنبغي نشكر الجمهور العظيم ديال النادي الاهلي وفريق الاهلي، ان شاء الله مزيد من الالقاب ويكوك اخويا. كهربا مركز معاك قوي، يعني كهربا علمك النشيد الوطني لجمهورية مصر على العربية، اكلك الاكلات المصرية، ايه حكاية كهربا معاك يا رضا؟ كهربا اخويا، بس هو شوية مجنون. مجنون شوية بس خويا قلبه ابيض، راجل كويس والله. علمك بعض الاغاني الشعبية؟ علمني كل حاجة. زي ايه طيب؟ بلادي بلادي، النشيد الوطني ديال مصر. حبي وفؤادي. لك حبي وفؤادي. رضا اكلك ايه ولا لسه ما اكلتش؟ اكلش حواشي. حواوشي. 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 فول مدمس. اكلش. شفت الجمهور النهارده ازاي يا رضا؟ جمهور عالمي والله، احسن رقم واحد في افريقيا والله الجمهور. اشكرك يا رضا، ابوك ده واحد من اللعيبه. هذا ابني، هذا ابني، هذا ابني. انا عندي 24 سنه. انا 26. لا لا، انت ابني والله، ابني هذا والله، بحبك. اتكلم عربي. بحبك والله، احسن لاعب في مصر 2025 2026 كوكا. فين فين؟ في مصر.